سعيدة. نظرا لضيق الوقت بنشط امبارح اكتفينا بعرض جزء المتعلق بالفنان مروان خوري من حفل الكازينو، اما اليوم بفن الخبر فرح نضوي على فريق لاف ستوري يلي فعلا ما بينزهق من العرض يلي بقدمه كل مره على المسرح. هشام حداد، طوني ابو جوده، جاد بو كرم وبونيتا سعاده جالت عليهم كبرت الجديد، تابعونا. بحب التلفزيون بس بحب المسرح كمان، ما بعرف انا من الناس بحبوا التلفزيون، يعني الكاميرا بتحسسني بزيت الادرينالين تبع المسرح. في ناس عاده الفنانين بيجيبوا انه المسرح بتاخذ رده فعل مباشره وبالتالي احلى. انا من هلا بعد ما قدرت اعيش هذه التفرقه بين اثنين. طيب. كشعور يعني اذا خيروك بين باب بالجبل او باب على البحر، اي نوع بروتين بتستعمله؟ انا ما كنت هيك، كنت اطلع بلاطة على المسرح، اعطى الهم اعرق استحي، بس بلشت بالتلفزيون بعمر 34 سنة، يعني اخذت معي 34 سنة لأكسر الخجل، وبعدني بالحياة شوي بستحي وهيك، يعني على التلفزيون صرت ارتاح للكاميرا. يعني ما بتزعل ولا مرة من هشام صدقا؟ ابدا، بالعكس، يعني عم نعمل نحن بالنهاية عم نعمل شيء عم بحبه الجمهور، وهن بيعرفوا انه هشام عم يمزح، بس يكون مثلا عم يتسائل علي بشوي، انا بتسائل عليه بشوي، فانه عم نمزح عم نعمل تلفزيون نحن. وما كنت بعرف هشام شخصيا، بس تعرفت عليه شخصيا بالكوميدي نايت، شفت قد ايه ذكي هالانسان وقد ايه عنده سرعه بديهه وقد ايه طلاقه بالحكي يلي هي كتير مهمه، هيدي انه الطلاقه الشيء اللي براسك دغري بتوصل على لسانك ليلي اللي عندهم اياها، ومهضوم يعني ما فيك تلاقي حدا هيك. هل هو معترف عادة المسرح الفتاة اللي على المسرح بيعتبروها استعراضية، بس أنا وهشام يعني نحن كسرنا هيدي القعدة بصراحة. أنت شفت وحضرت، أنا ما عندي تركيز على الجسم، أكيد بلبس بشكل لائق إنه أعجوب بس يتماشى مع كل شخصياتي. أنت مالكة الشوبينج والبراندز كمان وما كتير معنا مصاري بدنا نحلها هي؟ لا مش مزبوط جد صراحة، معنا بداية الفنية كلها يعني لهون. مشاهدينا تكون وصلت فقرة فن الخبر لنهايتها، منشوفكن، باي باي.